اهلا بيكم يا رزيعة في حلقة جديدة. اذن يا رزيعة اهلا بيكم في الحلقة الاسبوعية المنتظرة دائما وابدا من رزع الجمهور. هو ده الكلام. لا تنعنيش للناس يا استاذ مروان بعد كده. بس معلش استخسرها في الكاس. اي مش كده. وانت يالا اللي صعدت يالا في الكاس يالا. اي مش كده. وانت يالا اللي كنت بقى. وانت يالا اللي صعدت في الكاس يالا. مين هيجي دلوقتي. وانت اللي صعدت في الكاس يالا وانت اللي كنت بعدي. بطل الكاس. بطل الكاس. بيقول لك ايه بقى. بيقول لك ايه يا كابتن يوسف ده. من هنا يا كابتن. تعالى ما تيجي هنا. تعالى. طالع على حجري. تعالى افتح لي الكادر يا نص. معلش. ايوه مبروك على الفوز. حبيبي. 3-2. حبيبي. ده لعيب على قده. اسمع. ده ما لعبش اصلا. ده ما لعبش اصلا. كفايه بقى. كفايه. اتكل على الله. سنتين اكلوا البغاشه. وحسوا بطعمها بعد عجاب. عطش سنين عجاب. قال لك قد ما حسيتش بالبغاشه. عطش كتير باشا. انا كسبان يوروبا ليج يا باشا 2016. يوروبا ايه؟ بقول لك دلوقتي بقت يوروبا ليج. انا معاك. انا معايا كارت فيزا ممكن. خلاص فيعني ما تتقلش على الحلقه. لا 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 ما تقع كله على هادي. بس كل ما يبقى في حاجه قول له شوف لي شقه جنبك يا برونو. اي شوف لي شقه جنبك يا برونو. اتكل على الله. اتكل على الله. يلا بعد اذنك لما يبقى في ضيوف ابقى داري على خيبتك الاول وبعد كده بتكلم معايا. ابقى داري على خيبتك الاول طبعا. يعني حدث جلل جلل ايه يا عم. ده كاس بطوله شرفيه ملهاش لازمه. اي مكان خسرت من نادي كبير. نادي محترم وهو مانشستر يونايتد. معلش 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 نادي كبير قوي 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 قوي. طيب الحلقه النهارده يعني سريعا كده قبل ما ولا في كومنتات هنا فيها تمنياوي وانا مش جايب مش راضي اجيبها على اساس ان انت ايه سبعاوي. طب مش تمنياوي. طب ما انا في كومنت جايبه انا. طيب الحلقه النهارده هنتكلم فيها سريع سريع جدا عن الفرق التي خذلت جماهيرها. يعني مين فريقك اللي خذلك. مين الفريق اهو ده اول واحد اساسا هناخده كمثال. ولكن طالما وصلتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصلكوا الحلقات اول باول. تابعونا دايما على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. بص الكاميرا. بص الكاميرا. بننزل على حاجات كتيره جدا جدا جدا. ونفتح بقى الكادر. وانها مفيش راس النهارده في حداد يا عم انت لعيب فقر. خش بينا عم سيدي بقى. انا مش هيرقص. جبت لك انا واصحابي نرقص. اهلا بكم رزيعة في حلقه جديده من رزع الجمهور. طبعا حاله الاحتفاء بالاستاذ جو مهمه جدا يا ابني. بص بص الكبير لما بيقع كبير قوي بتكتر سكاكينه. الكبير قوي اللي عارف لما يكون من اي الناس كلها من المغرب فتحس ان هو ايه يا الكبير المعلم الكبير وقع معلم. هو ده الشعور دلوقتي بتاع الاخ اللي خرج من الكاس اصلا من ساوثهامبتون. والاخ الثاني اللي يعني ايه فرحان. انت ليه مستكتر على نوم الفرحه؟ طب خليك صريح. انا اسالك سؤال. اتفضل. الاخ اللي خرج من ساوثهامبتون فرحان ليه؟ يعني بجد بجد الاخ اللي خرج من ساوثهامبتون امبارح فرحان ليه؟ طيب بما ان احنا سخنين كده على طول الكلام نبتدي على اولى الفرق التي خذلت جماهيرها وهي ليفربول. طب ما تيجي طيب. نعمل بوست. تعالى تعالى توس. نعمل توس عشان توس. عشان نشوف مين هنتكلم على مين ولا مين عشان ماشي. الموضوع كبير. قول. تحب نبتدي بالاول انت شايف مين اصلا الفرق؟ قول لي خمسه كده خذلوا فرقهم. طيب عندك خمسه يعني خمس فرق خذلت جماهيرها. عندك برشلونه ريال مدريد ايوه تشيلسي ايوه يوفنتوس ايوه ليفربول. هم دول بالظبط اللي احنا اتفقنا عليهم قبل الحلقه. هم دول اللي هنتكلم عليهم عشان بس نقول للناس احنا هنتكلم على مين. احنا نبتدي بليفربول باعتباره لسه خسران من الكاس وعندي كلام كتير قوي. طيب. هتسيب لي المايك. خد المايك بس ما تروحش مني كتير عشان اعرف اجيبك. لا مش هروح منك كتير. ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان انت بقالك فترة كبيرة ما بتسجلش اهداف اصلا. بقى الحالة الهجومية مزرية. الحالة الدفاعية مزرية. الوضع في الفريق مش اللي هو سواء من الادارة الفنية او من اللعيبة. واضح ان يورجن كلوب متعصب. واضح ان يورجن كلوب متنرفز ونرفزته دي ظهر على اللعيبة ونرفزته دي وصل للعيبة. وبالتالي بتشوف ان في حالة عصبية عند اللعيبة وبتشوف حالة اللي هو عدم تركيز. لان انت لما بتبقى متعصب طبيعي ما بتبقاش مركز. فده اللي ليفربول دلوقتي فيه هي حالة همجية حاصلة في الفرقة. وعدم استقرار. همجية. مش هو مش عدم استقرار لان مفيش حاجة حصلت تؤدي لعدم استقرار. عدم استقرار ده مثلا اقول لك ايه والله النادي بيتباع فاللعيبة مش عارفة وضعها ايه والله عقود بتخلص. ده مش موجود غير في الكيس بتاعت فينالدم بس. لكن غير فينالدم هو اللعيبة كلها عقودها لسه شغالة. الاستقرار موجود. مدير فني موجود ما تغيرش. الادارة زي ما هي. فما تقدرش تقول عدم استقرار هي حالة همجية. طيب ده حصل ليه؟
خلينا نجيب السيناريو اصلا ده حصل ليه وايه الفرق بين السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت السنتين ثلاثه والسنه دي. السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت معدل الاصابات بتاعك ما كانش هو هو نفسه معدل الاصابات، رغم ان السنه اللي فاتت حصلت اصابات كتير في اوقات كتيره ولكن قدرت ان انت تعدي منها. يعني السنه اللي فاتت شفنا هندرسون بيتصاب، شفنا ارنولد بيتصاب، شفنا لعيبه كتير بتتصاب على مدار الموسم على رجلك وعارف تلعب. مش بس كده، الاصابات حصلت في اوقات متفرقه لكن المره دي كله جاي لك ورا بعضه. طبعا الاصابه الاهم واللي الناس كلها بتتكلم عليها هو اصابه فيرجيل فان دايك. هو الموضوع مش فيرجيل فان دايك، هو موضوع فيرجيل فان دايك ده بوظ لك حاجات كتير في الفرقه. ليه؟ انت النهارده في اول الموسم لما بدات سياستك التعاقديه قلت انا هروح اجيب تياجو هيلعب رقم 8 مش 6، عندي فابينيو هيلعب 6 وهندرسون هيلعب 8، وانا بفكر ان والله فينالدم لو مشي يبقى تياجو هو الاير ريبليسمنت بتاعه، وعندي فان دايك وجوميز قلبين دفاع، وعندي الباك يمين وباك شمال، ورحت دعمت الباك شمال احتياطي لروبرتسون لان روبرتسون كان بيتم استنزافه بشكل كبير جدا. فده كان ايه البلان يعني. ورحت دعمت بديوجو جوتا، قلت برضو ايه في ماتشات كتير بيحصل ان الماتش بيبقى مقفل ما عنديش مش قادر العب 4-2-3-1، فده هيديني الحلول ان انا اقدر العب 4-2-3-1، والناس انبسطت جدا بالحلول دي. وانا بقول لك كان موسم انتقالات ليفربول كان جيد جدا. اللي حصل ان فيرجيل فان دايك اتصاب، ارنولد اتصاب، صلاح جاله كورونا، فابينيو اتصاب، اليسون اتصاب، ماني جاله كورونا، فانت حصل دربكه. طبعا الاصابه الاكبر هي فيرجيل فان دايك، فانت لما فيرجيل فان دايك اتشال هو وجوميز اتنين قلبين دفاع مهمين جدا اللي هو انت عندك المستوى الدفاع في الفريق مش وقع، انت قررت ان انت بتسحب اتنين من نص الملعب اللي انت كنت هتعتمد عليهم اعتماد كلي ورجعتهم ورا، وبالتالي المنظومه الدفاعيه بقت بايظه لان انت بتلعب باتنين نص ملعب في قلبين دفاع، والمنظومه بتاعت نص الملعب بقت ضعيفه لان انت ما بقاش عندك الكواليتي العالي في نص الملعب، فبقى عندك تياجو مضطر يلعب 6 مش 8 اللي انت كنت جايبه عشانه. الدنيا ايه برجلت منك فبقيتش طيب. عارف هوقفك عند الحته دي وهسالك سؤال. هل انت شايف انه باستمرار السيناريوهات اللي حصل وخاصه لما كلوب قال لك انا بطلب احيانا لعيبه والكلام ما بتجيليش كله ده هنتكلم فيه يعني والتفاصيل دي كلها، هل هيستمر فكره التخاذل او الخذلان من الاداره او من سواء من الاداره بقى من اللعيبه؟ لا ما هو هيستمر المستوى كده. بص ما هو انت كان لازم بقى في الوقت ده، انا عارف السياسه التعاقديه عند ليفربول ان هي فكره مش هنروح نجيب لعيب وخلاص ونجري، لا احنا بنقعد ندرسه ونحلله ونشطفه ونعصره. ده في وقت زي دلوقتي ما ينفعش، انت محتاج قلبين دفاع عشان تظبط نص الملعب مش عشان تظبط قلبين الدفاع. انت ممكن تروح تجيب اي مش اي قلبين دفاع وخلاص. احنا النهارده شفنا ويليامز، هل ده مستوى قلب دفاع بتاع ليفربول؟ لا. ادهم النويه بيقول لك ليفربول خذلت جماهير ليفربول كتير قوي، كنا متوقعين بدايه موسم عالمي بس حصل العكس بالاصابات وربنا يستر. كنا مستنيين طبعا موسم كبير وكنا مستنيين نشوف حاجه رهيبه بالذات بعد التدعيمين المهمين اللي هم تياجو وديوجو جوتا، ولكن حصل اللي انت ما حصلكش من 3 سنين. وكان لازم برضو ده دور على الاداره وعلى المدير الفني وده بعيبه. انت كان لازم تبص، مش معنى ان انا ما بيحصلليش اصابات في 3 سنين ان انا ممكن ما يحصلليش اصابات، هي بس انت حظك برضو الاوحش ان الاصابات دي اتكومت لك كلها، كان ربنا محوش لك كم الاصابات دول، عديت 3 سنين من غير ولا اصابه، ربنا حوشهم لك في ايه في موسم واحد. ده خلى الموسم سيء. بس خلينا نرجع لحته يورجن كلوب اللي انت اتكلمت فيها، مهم قوي حته الاداره وان انا بطلب لعيبه واللعيبه ما بتجيش. يورجن كلوب دلوقتي بيرمي اللوم بشكل اساسي على الاداره، اساسي على الاداره، اللي هو يا جماعه انا عايز قلب دفاع وانتوا ما جبتوليش، انا مش هقدر اكمل الموسم بالشكل ده. واظن دي مسج باين قوي للاداره ان فاضل 10 ايام او اقل من 10 ايام او يعني 9 ايام ده 6 ايام كمان يعني ولا بتاع، لازم تلحق تجيب مدافع. الزاد بقى القرف ان المشكله بقت هجوميه كمان. ليه؟ انت النهارده بقيت بتعتمد على الكروس، كروسات كتير جدا، مفيش المهاجم التارجت مان اللي هو مهاجم البوكس اللي تشوفها. يوسف عثمان واحنا كنا بنصور حلقه الرياكشن كان بيقول لي ايه كافاني ده كان ينفعكم جدا. اه طبعا كان ينفعنا جدا. ليه؟ راجل بيتحرك وبينزل وبيسقط وبيحرك اللعب وبيدخل تلاقيه جوه البوكس، مهاجم كبير، فانت كنت محتاج واحد زي ده. كنت ممكن تروح تجيب كافاني فري، كان فري اصلا، كنت ممكن تروح تجيب مانزوكيتش كان فري وراح ميلان ببلاش، فكان عندك حلول. انت ما بتفكرش بقى في كل ده، انت بتفكر ان انا هفضل العب بطريقتي مش غير طريقتي. ودي هنا جبنا لحتة العند عند يورجن كلوب. انت المفروض دماغك تبتدي ايه تفك الصواميل شوية. جوارديولا لما فك صواميل دماغه شوية السنة دي الدنيا
ظبطت. السنه اللي فاتت لو تفتكر جوارديولا كان بيعاند كتير جدا، عند رهيب. السنه دي لا، فكك الدنيا شويه. طيب بالكلام عن ليفربول، تحب نروح نفضل في انجلترا ولا نروح على اسبانيا؟ لا نمشي نمشي. طب قول. خليني بقى اجي لك بقى للتخاذل بتاعك، يعني بما انك جيت لي في التخاذل بتاعي اجي لك في التخاذل بتاعك. انت انسان مش كويس. ما هو احنا متخاذلين احنا الاثنين. اتفضل. برشلونه خساره سوبر صحيح، بتعدي في الكاس من فرقه بتضلين طبعا. صحيح. لسه هنتكلم على الضحك الاكتر بتاع مدريد اللي خرج اصلا. ما ده ايه يعني؟ هو كل واحد بيعمل الضحك بتاعه، ليه كواليتي ضحك يعني. ماشي. فانت والدوري انت ماشي سكه يعني بايظه خالص. تشامبيونز ليج هنشوف هتعملوا ايه يعني مع باريس. جالكوا بوكيتينو وبتاع. احكي لي كده عن برشلونه. لا هو برشلونه مفيش فيها كلام كتير يتحكي، انه هو موسم الخذلان والتخاذل مستمر، وهيفضل مستمر الفترة، لأنه أنت في عدم استقرار، عدم استقرار إداري وعدم استقرار فني، حالة من السبهللة والتوهان وعدم التناغم والكلام ده كله مازال مستمر جوه الفرقة. عندك ملف انتخابات. في انتخابات استقروا آخر حاجة على إمتى؟ ما فيش يعني، هو لحد اللحظة دي في كلام أنه تتأجل ولا تفضل زي ما في معادها، لسه ما فيش قرار رسمي. الناس المرشحين نفسهم يقول لك لا، ان احنا عايزين فكره الانتخابات تفضل مستمره في موعدها، علشان الملف الاكبر هو فكره بقاء ميسي. هي دي أوكي. الفكره في الموضوع انهم يلحقوا يعني يجددوه. ده بقى بخلاف انه طبعا انت محتاج تحسم ملف الرئاسه ده بسرعه، علشان تشوف قصه ميسي بالتحديد مع الصفقات، مع ان هل كومان اساسا هيكمل ولا لا. طب هو يستحق يكمل ولا اجيب مدرب تاني؟ طب المدرب التاني ده هيبقى تشافي ولا هيبقى حد تاني؟ كلها ملفات مستمره. الملفات دي هتروح واخداك على طول بصوره دايركت مباشره جدا على الاداء اللي في الملعب. لانه انت زي ما انت شايف لعيبه لسه ستيل في، انت بتعتمد على شويه لعيبه صغيره في السن، هتحتاج وقت عشان تتناغم مع الفرقه وعلشان تثبت ان هي قادره ان هي تقدم مردود كويس جوه الملعب. طب هل اللعيبه عندك بقى لعيبه محتاجه كبيره ومحتاجه تتفجر؟ لا انا عايز اسالك على اللعيبه الصغيره قبل الكبيره. اوكي. الصغيرين دول هل انت شايف ان هم فيهم الرمق يعني ان هم يبقوا لعيبه كويسه قدام اصلا؟ يعني احنا بنتكلم على لعيبه زي ترينكاو وزي بيدري. انا معجب ببيدري جدا جدا يعني. انا معجب ببيدري جدا. المشكله ان هو انت هم في ظروف صعبه وجايين في يعني في توقيت سيء سيء، كمان مع ملف قصه ميسي لما قالك عايز يمشي والتفاصيل والحواديت والكلام ده كله. الفكره في انه هم محتاجين ده عشان تطلع منه الماده الخام المناسبه، انت محتاج منه استقرار. صح. عشان يلعب ويدي ويديك في الملعب. صح. هي الفكره كلها، هل دول تقدر تعتمد عليهم؟ تقدر تعتمد عليهم، بس محتاج ان الجو العام يبقى مظبوط. الجو العام اللي هيبقى مظبوط منين؟ يكون في استقرار اداري ويكون في استقرار فني ويكون في تشكيله فنيه صح من خلال لعيبه تقدر تمشي في ارض الملعب. لكن انا اسف لما تعتمد لي على بوسكيتس ولا تعتمد على بعض اللعيبه اللي محتاجه فعلا حرفيا انت يعني تباد من النادي، اللي هو خلاص انت اكسبايرد، خلاص اديت اللي عليك وفعلا محتاج تشوف خطوه تانية، محتاج فعلا تمشي. هي دي المشكله. الفكره برشلونه راح لفين؟ هي دي بقى، ان زي انت ما بتقول، انا مثلا كان في وسط الملفات دي كلها وفي وسط المستوى السيء اللي بيقدم وفي وسط عدم الاستقرار ده كله، كان بالنسبه لي بطوله زي بطوله السوبر الاسباني انك تيجي تكسب اتلتيكو بالباو، خاصه مثلا ان ريال مدريد خرج وكنت تلعب اتلتيكو بالباو في النهائي. ما بطوله في الاول في الاخر اللي هي بتتعود على البطوله. فقشطه، فاللي هو ايه، تبقى حاجه كويسه في وسط الظروف اللي انت فيها دي تشد الايه الروح شويه. هوب رحت خسران واحده. انياكي ويليامز ارتو في البعيده خدناها في دماغك. خليني اسالك، بما انك راجل بتشجع برشلونه، طموحك الواقعي جدا بعد مرور نص الموسم ان انت برشلونه يعمل ايه السنه دي؟ يعني كنت اتمنى الدوري، بس خلينا نتكلم كلام منطقي صعب. مين اللي اقرب، اتلتيكو ولا ريال؟ اتلتيكو طبعا. اتلتيكو، ولو الدوري ضاع من اتلتيكو هيبقى بايد اتلتيكو، مش هيبقى فرق دلوقتي. فرق الفكره، انا بالنسبه لي اتمنى انه يعني اوصل سيمي فاينل لدوري ابطال. ده وده صعب. انا كنت لسه اقول لك ده صعب قوي، بس يعني. انا ده بالنسبه لي يبقى نجاح، وفكره ان انا افنش تاني دوري دي برده بالنسبه لي تبقى نجاح. تاني مش تالت. يعني أوكي. دي بالنسبه لي تبقى نجاح، لكن الفكره كلها وفي إنه الكاس ممكن تخطف كاس مثلا. الاهم بقى من كل ده ان انا ما اخرجش بفضيحه. منين؟ من دوري الابطال.
دي بس يعني عشان بس تاخدها. اسالك سؤال، الكاس مثلا الصعبانيه كتر، لا الكاس الكاس الكاس، هل برشلونه بيفكر ان هو ياخد كاس مثلا، ولا هو احنا بنزق السنه ونعدي بس ونخش انتخابات وبعد كده نحلها حلاله؟ نزق السنه وخلي الدنيا تمشي، انت كده نادي صغير يعني. فكره لا بتمر في اي نادي بيمر بمرحله انتقاليه في يعني، في عثرات بتحصل، في وقعات بتكون، الكلام ده جميل، بس ما ينفعش نادي زي ده تقول ماشي بالسنه يعني، ماشي الدنيا، لازم على الاقل يا سيدي اطلع ببطوله، ما ينفعش اطلع موسم صفر تاني. قصدي ان مع ان الاقرب، مع ان الاقرب وانا بقطع كان عارف الجزئيه دي، مع ان الاقرب اه انت ممكن تخرج بموسم صفر عادي جدا. ايوه بس اللي انا قصدي عليه ايه، ان برشلونه دلوقتي ممكن يقول لك ايه، انا بزق السنه والاداره دي، انا يا عم انا عايز اسلم اللي جاي يجي يشيل الليله ويبتدي على من اول. خلي بالك برضه، ما هو اللي جاي ده عنده ملفات كتيره جدا، صح، عنده ملفات بلاوي، صح، فانت اللي هيجي ده اساسا قدامه بالميت موسمين كمان او ثلاثه يعني، عقبال ما الفرقه تبتدي تشد حيلها في وسط بقى ما انت ما بتشد حيلك بقى، هتاخد دوري ممكن توصل نهائي تشامبيونز ليج، تخطف لك سوبر في كاس. طب ما ده مش حاجات قليله يعني، ماشي قشطه، الدنيا هتمشي. لكن لا بس فكره يبقى في ستريك، لا ما انت انك تاخد ثلاثيه ولا لا، انت قصدك ان انت تعمل جيل 2009 ده مش هيجي في يوم وليله، انت لازم تبني جيل. خلينا نكون ايوه بس خلينا برضو نكون متفقين، مش هيجي لك جيل زي 2009 تاني يعني بسهوله يعني. لا لا يعني كواليتي اللعيبه مختلفه، خلينا نكون منطقيين ونكون صراحه، كواليتي اللعيبه في العالم كله مختلف، العالم كله كواليتي الوقت يبقى انا شايف يعني انه اقل نسبيا عن لما انت بتتكلم على برشلونه بالتحديد في 2009، لو انت تقارن الجيل ده بالجيل اللي موجود دلوقتي لا فرق شاسع. طبعا امكانيات فرديه، فكر انك تفهم، تبقى فاهم اللي معاك في الملعب من غير حتى ما تبص له، دي مهمه جدا. نخش على الضحك قبل ما ندخل على الضحك، حسام وليد بيقول لك برشلونه بالتاكيد والاسباب تراكميه من كذا موسم والتخبطات الاداريه والفنيه مع انخفاض مستوى وكبر السن معظم الركائز بتاعه الفرقه وعدم وجود اي تدعيم، ده منظر دفاع واحلى مسا وشكلنا داخلين على ده سنين. اظن ده نفس ده نفس الكلام اللي انت قلته تقريبا يعني، لخص الدنيا بشكل جدا كبير. طيب من برشلونه ليه الضحك الناحيه الثانيه، ليه ريال مدريد وخروج من الكاس مفاجئ. ومحمد محمود بيقول لك الريال في مشاكل كتير في الاداء، اوقات يكسب اي حد اوقات يخسر من اي حد، في مشاكل في الدفاع ميليتاو ولازم ياخد فرصه، حتى لو هتقعد فاران اللي هو سبب تخلخل الدفاع لما راموس بيغيب الدفاع كله بيضيع، ونفسي لاعب زيوفيتش ورودريجو وفينيسيوس ياخدوا فرصتهم كامله. يوفيتش قال اسمه مش مشي محمد محمد مشي يا محمد. يوفيتش مشي، راح اعاره، رجع تاني فرانكفورت عشان بس ايه، انت كان والهداف هداف معروف بالثلاثه، كان نفسه يعني محمد كان نفسه يوفيتش ياخد فرصه والله، هو كان ناس كتير نفسها تاخد فرصه، بس بنزيما قفل الحته دي، ده ميه ونور حكومه الحكومه قفل ميه ونور. ف ايه بقى عايز ايه بقى في مدريد؟ انت سيبك من الكلام اللي اتقال، هو انت في توقيتات تحس ان ريال مدريد تمام 100 فل و10؟ لا هم مش تمام. طيب. لا 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 انا بقى هسألك سؤال من بعيد بقى قوي، من بعيد قوي 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 يعني. زيدان كان غلط انه رجع بعد ما حقق كل حاجه مع الفريق؟ كان لازم يرجع، والراجل عمره التدريبي كله 4 سنين، ده مش يعني انت مش بعد ما عملت كل حاجه. ايوه مش بعد لما عملت كل ده في 4 سنين تاخد بعضك وتمشي. بص زيدان لا عنده، انا بتكلم انك أنا تروح فريق تاني. زيدان عنده مميزات كتير قوي في ريال مدريد، اوكي، وهي ايه؟ ده بيته، محدش بيقدر يكلم زيدان في مدريد يعني، خلينا نكون واقعيين. عارف انت ده الاسطوره بتاعت مدريد، زي مثلا ابو تريكا لو راح مرن الاهلي ال عشان تخبط ابو تريكا وتمشيه دي مش سهله، انت فاهم؟ بالنسبه للجمهور هي دي نفس فكره زيدان مع مدريد، اسطوره عند النادي واسطوره عند الجماهير. حتى الجمهور دلوقتي خلي بالك بينتقد زيدان، جمهور مدريد بينتقد زيدان جدا، بس ليه بينتقده ايه؟ من تحت درسه قوي، اللي هو ايه اللي هو يعني يا زيزو، فاهم؟ هم لان الفرقه وضعها سيء شائع. ما هو انت لما بتيجي تبص على مدريد السنه دي قدام الفرق الكبيره تلاقيه والله كويس، والصغير بيتبهدل، تلاقيه قدام الصغير تحس ان هم لموا بعض، يلا بينا يا جدعان عندنا ماتش، يلا نروح نلعب. هو ده اللي حصل في ماتش الكاس، وهو ده اللي ادى لفضيحه في ماتش الكاس. وزيدان طلع قال لك لا مش فضيحه، دي كوره، واحنا الناس كلها قالت لا دي فضيحه في الكوره، يعني انت بتتكلم في ايه؟ قال لك لا انا لسه بنافس على الدوري ولسه بنافس على الشامبيونز ليج، كلام منطقي جدا. بس انت خرجت في الكاس كان انت خسرت من فريق ما ينفعش انك تخسر منه، انت طلبت ان اوديجارد يرجع من الاعاره، رجع خرج تاني رايح ارسنال. طب انت منين جبته ومنين مشيته؟ اوديجارد واحد السنه اللي فاتت عامل
واحد من احسن المواسم في الدوري الاسباني. هل تفتكر ان زيدان فيه عناصر معينه ما يبقاش مقتنع بيها زي مثلا يوفيتش؟ ماشي، ما هو انت بقى منين انت اللي طالبه ومنين انت اللي بتمشيه؟ ما انا افهم كده لو انت جيت لقيت يوفيتش ده موجود في النادي وانت جيت عليه فقلت والله انا مش مقتنع بيوفيتش ده يا جماعه مشوه، او جيت لقيت اوديجر ده موجود في النادي فقلت يا جماعه اوديجر ده انا مش عاجبني فمشوه. لا، انت الراجل اللي قلت يا جماعه اوديجر ده في ريال سوسيداد رجعه لي من ريال سوسيداد انا عايزه، ده اعاره. انت اللي قلت ان يوفيتش انا عايزه اشتريه لي فراح اشتروه من فرانكفورت. انت اللي بتختار الحاجات دي وانت اللي بتمشيهم بايديك. وبعدين تيجي تشوف مارسيلو، ما هو مارسيلو يا جماعه انتهى يعني، خلينا بقى نكون صراحه. مارسيلو بقى بيهاجم بس، مارسيلو على فكره بيهاجم بس بقى له 4 سنين ما بيدافعش. برضو الحلول ايه؟ ما يجي برضو هتلاقي برضو ان في حته على الاداره، فيجي يقول لك ايه، لا ما انا الاداره النهارده السنه دي ما صرفتش وفرطت في لعيبه، انت فرطت في اشرف حكيمي. ما انت اشرف حكيمي ده النهارده مكسر الدنيا، ورجليهم الاثنين مكسرين الدنيا في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي، وانت اصلا كنت اشد احتياج ليهم. انت النهارده لما بيغيب لك كارفاخال بتروح تلعب لوكاس فاسكيز او اودريزولا اللي هو اصلا تعبان. ماشي، الناحيه الثانيه مارسيلو وميندي، ميندي بيدافع بس ومارسيلو بيهاجم بس. عارف انت محتاجين زي كره اليد اللي هو ايه، سلم واطلع وسلم وانزل. مفيش حاجه بتحصل تخلينا نقول المنظر شكله حلو في مدريد. مفيش حاجه تقول ايه والله لا والله ممكن يخطف لنا شامبيونز. ما هو بالمنظر ده مش هيخطف شامبيونز ولا هيخطف نيله. ما هو بالمنظر ده هيخرج صفر. نفس هو نفس وضع برشلونه هو في مدريد بس بايه، بظروف مختلفه. في اداره وهنا في مفيش اداره، هنا في مدرب الناس واثقه فيه، هنا المدرب لسه جديد مش واثقين فيه، هنا في مدرب بيعك، هنا في مدرب بيعك، يعني في حاجات متشابهه. طيب كتير. هل مع الكلام اللي اتقال زيدان ممكن يستمر ولا يمشي؟ بص، زيدان اظن انه بيحاول يوصل مسج للاداره، واظن ده انا بحس ان الفرق دي بتحاول توصل مسج للاداره اللي احنا بنتكلم عليهم، انا محتاج لعيبه. ما عدا برشلونه، سيبك برشلونه وضعه مختلف عن الفرق اللي احنا بنتكلم عليها، كسفنا على طول كده. ماشي، بس ليفربول ومدريد تحس ان الوضع فيه شبه شويه. انا محتاج لعيبه، انا اللعيبه اللي معايا دي مش كفايه عليا. طيب ماشي، ما هو هيجي يتقال لك ما هو انت اوكي اللعيبه اللي معاك دي مش كفايه، احنا عندنا استاد بنبنيه وبنطوره وبنعمل وبنسوي. هو هيقول لك طيب ماشي، ما انت في كلام على فكره امبابي الموسم اللي جاي، ما هو وصفقات كبيره هتخلصها ازاي وانت بتقول عندي ازمه ماليه اصلا في اسبانيا كلها؟ ما برشلونه بيقول لك في ازمه ماليه ومدريد بيقول لك في ازمه ماليه، هتخلص بقى ازاي؟ ان شاء الله امبابي ولا هالاند اللي انت عايز تخلصهم ولا كامافينجا اللي انت، الناس دي عايزه فلوس، هو على وبوجبا كمان، ايا كان بقى، ايا كان الاسم اللي انت عمال اللي بيتقال في الاعلام، بس هتجيبهم ازاي؟ يعني حلو جمال اللعيبه دي، وليه من الاول بقى رحت فرطت في اللعيبه اصلا بتاعتك؟ يعني هل اسالك سؤال، هل اشرف حكيمي يسوى 45 مليون؟ لا اكتر طبعا، الراجل بيقدم مستوى ممتاز جدا، من الدعائم الرئيسيه جدا. لا ده يعني كونتي من الناس اللي بيبني عليها خطته. بيبني عليها خطته يعني. طيب انس شاهين بيقول ريال مدريد يعتبر اكتر فرقه بتغذل مشجعيها حاليا وعلاقتها بالجمهور سيئه بعد بطوله الدوري، فكرنا اننا مكملين صح بس حصل تخاذل من اللعيبه على افكار غلط مع زيدان، مع استغلال غلط للصفقات، مع نقص بعض العناصر المهمة، سبب كل اللي بيعاني منه ريال حاليا. انت بتخرج من بطولتين في خلال اسبوعين وقصاد فرقة درجة تالتة وفي دوري الابطال، مصيرك لسه مش عارف. مين اسمه ايه؟ ده انس شاهين. شكرا يا عم انس، قلت كل حاجة. شفة ووفة. شكرا يا عم انس وكفة. وننتقل لفريق الاخر. طيب ندخل على اليوفي ونسافر من اسبانيا على ايطاليا وسنعود الى انجلترا. خليني بقى اسألك بس يوفي. اسأل. يوفي دلوقتي وضعه في الدوري حاجه ممتازه، مركز رابع. حاجه جميله. خليني اسالك يوفي قول. هياخد الدوري في الاخر؟ سؤال سهل اهو. يوفي هياخد الدوري في الاخر؟ هياخد الدوري علمي؟ لا ما قلتش لا انا بقلب اللي بقلب الكلام في الجاي الاجابه. ماشي. نظريا لا. علميا ممكن، انا اتمناها. لا جاوبتك. ما لا انت كده ما جاوبتنيش. هياخد الدوري ولا لا؟ ولا لا ما تقعد تقول لي. ما هو اصل انت الدوري لسه في الملعب، كل شيء جايز، كل شيء جايز، كل شيء ممكن. انا اتمنى لا، عايز اشوف حد جديد. انا شايف ان الموسم ده بتاع الميلان، ميلان عامل فعلا اداء ممتاز جدا. الحاله اللي عايشينها رغم الفوز، رغم الخساره من اتلانتا 3-0، ما انت عادي هتيجي عليك وقت هتخسر. صح. يعني فكره ان انت دلوقتي بقى في نادي في اي دوري من الدوريات الخمسه الكبرى ياخد ال 30 ولا ال 40 ماتش كاملين في السيزون كله صعب. ده مش هيحصل. لكن فكره انه انا اول مره اشوف الميلان رابع دوري. يعني يوفي. اليوفي رابع الدوري.
ما كانتش بتحصل، وكانت حتى لما هتحصل تاني ولا تالت على طول هيبقى ماتش في التاني في التالت هوبا خلاص نطر هوبا الباقيين. بس هو خلي بالك، هو لو كسب الماتشين اللي عنده، يعني لو كسب الماتشين هو تقريبا هو 36 نقطه تمام. لا هو لعب ماتشين، ماتش اقل عنده، لعب ماتش اقل، ماتش اقل 36 عنده 36 نقطه، فلو كسب هيبقى 39، يبقى فرق 4 نقط عن ميلان، فرق 4 نقط. فانا بقول ان 4 نقط ده مش فرق بعيد، هو متوقف على ثبات ميلان الناحيه الثانيه على نفس المستوى، وانه ما يقعش، وانه ما يضيعش نقط بسهوله. انت 4 نقط، انت بتتكلم 4 نقط بينه وبين ميلان، ونقطتين بينه وبين انتر. انا بشوف ان الموضوع مش منهار مع يوفنتوس، لما تيجي تبص برده في الاول في الاخر هو الفرق مش كبير. هو مش انهيار، يعني مش الانهيار اللي حاصل لبرشلونه ومدريد وليفربول، لا هو في الاول في الاخر بيكسب، بيقدر يعني بيخسر ماتشات، بس لسه كسبان سوبر من نابولي، قدر انه يعدي، عنده في الاخر واحد بيحسم الماتش في اي وقت في كده، كريستيانو رونالدو، فممكن يخلص له ماتش. هو عنده بيبقى عنده مشكله كبيره بيرلو لما كريستيانو رونالدو ما بيبقاش موجود، بيبقى عنده مشكله كبيره، مفيش بديل. بس انا بقول ان يوفي عنده اللعيبة، ماكنيل في نص الملعب لعيب كويس جدا، كولوسوفيسكي لعيب كويس جدا، كيزا لعيب كويس جدا، ديليخت لعيب صغير وكويس جدا في الدفاع لما يرجع يلعب الدفاع بعد الإصابة. فبقول ان هم عندهم شكل شوية موجود، الفرقة شكلها ماسك نفسه، عايز تقول ماسك نفسه غير الفرق التانية. يعني انا بحس ان يوفي لو جه يلعب في الشامبيونز ليج لا هيروح شويه، يعني انا بتوقع ان يوفي ممكن يروح السيمي فاينل تشامبيونز ليج، وممكن يروح لفاينل تشامبيونز ليج على الرغم من المستوى اللي بيتقدم بيرلو. او على الرغم من سوء النتائج في بعض الماتشات، بيرلو عنده نقص خبره، وده الحاجه اللي باينه في ماتشات يوفي لانه اول سنه، بس باين نقص الخبره بالذات بيبان لما بيرلو بيقرر انه يفتي. بيرلو لما بيلعب العاديه دي بلا، ورونالدو العاديه بيلعب السهل البسيط بيأدي في الملعب وبيكسب، فرقه بتنزل تكسب، ما بيعجن بتبوظ، لما بيعجن بتبوظ منه بوظه سودا ما بيعرفش. انت سالتني السؤال قلت لي انا متوقع ايه، انا بقول لك اتمناها انه ميلان، وانا اتمنى انت ميلان. متوقعها ايه؟ خلينا نعكس السؤال. انا بص برضه هقول لك اتمناها ميلان، لان نفسي اشوف ميلان زي ما عارف اللي هو في دايما مشجع الكوره دايما بيبقى شايف ان هو ايه، نفسي اشوف بطل جديد يا اخي، نفسي اشوف حاجه جديده كده، ما عدا معلش بس ما عدا المانيا واسبانيا، بس عشان امور تبقى واضحه البطل هناك يعني في المانيا ما بيخسرش. المانيا بس اسبانيا يعني ان شاء الله طلع نازله، ان شاء الله نرجع ان شاء الله هنرجع يا اسطى فيها. بس يوفي يعني نفسي، بس انا حاسس احساسي بيقول ان يوفي هو بطل الدوري. يا شيخ بقى يا شيخ بقى عمال اجيبك يمين واجيبك شمال، خلي عندك دم. احساسي بيقول ان يوفي، بيقول ان يوفي هو بطل الدوري. نهبط بالطائره في مطار لندن عند تشيلسي الجار. طيب تشيلسي في حاله اقل ما توصف بان استنى انا اسالك سؤال، اسال عمير شعبان مش عارف انا قلت صح ولا عمر ولا عمير مش عارف. تشيلسي الفريق ما عندوش نقص في اي صف، المشكله صحيح. في طريقه اللعب مش مناسبه للعيبه، احسن ما فيهم اللعب بسرعه والحركه الكتير، انت بتخليهم يتمشوا ويلعبوا عرضيات، ولعيب زي فيرنر بيحب اللعب على الارض والهروب من الدفاع، بتلعبوا في مركز كارثي، وماونت الموهبه العظيمه اللي ماشي في الملعب مش عارف هو المفروض يلعب ازاي عشان ما تقولوش حاجه، وهافرتس اللي قالب اوزيل اخر سنتين ملوش لازمه، والدفاع اللي بيضرب باي 1 2 خلص على كده. حسن الوحيده بالنسبه لي هم الاظهره اللي بيعملوا كل حاجه وليهم احلى عظيم سلام. راجل قال حاجات كتير قوي. تشيلسي عمل تدعيمات بالشكل المطلوب جدا حقيقي. دعم بالطلبات اللي لامبر طلبها، وفي الاخر كان فريق بينافس من 3 4 اسابيع زي ليفربول، قلنا اخواتهم كنا الاول من كام اسبوع، النهارده احنا يعني في المركز الرابع واحتمال ننزل سادس، هم في المركز الثامن ولا التاسع ما اعرفش، نزلوا واخدين شلوت جامد. هو ايه اللي حصل في تشيلسي في وقت زي ده بسرعه كده؟ اللي حصل في تشيلسي من وجهه نظري في وقت زي ده انه انت عملت حاجه مهمه جدا، جبت كل الصفقات الثقيله اللي انت محتاجها. النادي راح فتح الخزائن، يصرف عم لامبرد، هات يا عم لامبرد كل اللي بتحلم بيه، هافرتس على زياش على فيرنر على تياجو سيلفا على تشيلويل على مش عارف مين، اسمه ايه ده كابا، زفت الدنيا في النص، روح هات مندي وبتاع، عمل كل حاجه. اوكي جاب ناس كتيرة جدا. في مثلا عندك زي هافرتس او زياش، الاثنين مراكزهم تعتبر قريبه من بعض سنه، فبالتالي انت مش واخد افضل حاجه من هافرتس، وفي نفس ذات التوقيت فيرنر برده الناحيه الثانيه برده مش واخد منه افضل حاجه تمام، وعندك برده زياش لما بيفوق
بيحرك الفرقه وبيديك. انا من وجهه نظري هو ان انت صرفت كتير جدا وجبت لعيبه كتيره جدا بس فقدت شيء مهم جدا، انك تعرف تولفهم على بعض. صح. تعرف تطلع الميكانيزم المظبوط اللي يمشي مع الفرقه مع بعض. واذكر كم مره قلت في هذه الحلقه كلمه ميكانيزم. فهي دي الفكره، ان انت مش عارف تلاقي التوليفه ان الناس دي تعرف تركب مع بعضيها، فبالتالي تؤدي بنتيجه ايجابيه في ارض الملعب. عندك فيرنر مثلا لما جه في بدايه الدوري الانجليزي قعد كام ماتش عقبال ما جاب جون. خلي بالك الدوري الانجليزي مختلف كتير عن الدوري الالماني. مختلف تماما. انا متفائل. وهو اللي هو فيرنر نفسه طلع قال لك الاطوال بتاعه المدافعين مختلف عن الدوري الالماني ده كده، ولسه ما كانش لعب بيرنلي. انت فكره التناغم، انا كنت مع انا ايه اللي انا محتاجه؟ تدعيمات. محتاج مثلا دفاع تشيلسي كان دايما سيء جدا. حراسه المرمى كانت سيئه جدا. خلي بالك انت كان اول تدعيم كان محتاجه دفاع وحراسه مرمى. انت خلي بالك الحارس المرمى جه اخر صفقه. اوكي. انت كنت محتاج اوكي هنا بقى لاعب، هنا لاعب، هنا لاعب، وبعد كده امشي الامور. صح. مع بعضيها. انت دلوقتي بتدفع ضريبه ان في كميه نجوم واسعارها غاليه جدا، بس ما بتديلكش المردود المهم جوه ارض مش عارف توظف. لامبرد هو اللي عمل في نفسه كده. تمام. ليه لامبرد السنه اللي فاتت بلعيبه ناشئين بلعيبه لسه صغيره قدر انه يعمل توليفه شكلها حلو تخلي الناس تقول على لامبرد واحد من احسن المدربين الموجوده في الدوري الانجليزي. متفقين؟ اظن ده ما حدش كان يختلف عليه. وقدر انه يوصل توب فور لعيبه كان هو اللي لمعها زي ما بيقول. تشيلسي كمان في المركز التاسع مش الثامن. ما انا بقول لك لامبرد بعد لما عمل كده فجاء فتحوا له زي ما انت قلت الخزاين واشتري عم لامبرد وكب وعبي. انت رحت دعمت في الاماكن اللي انت اصلا اوريدي ما عندكش مشاكل فيها كبيره. يعني انت انا افهم صفقه زياش، قلت ان زياش لعيب ب 40 مليون لعيب حلو جدا وهيفيدني و و و وافهم صفقه فيرنر، قلت ان انت مش مقتنع بتامي ابراهام قوي وجيرو كمهاجمين فانا بجيب فيرنر كمهاجم. فاهمها، فاهم الصفقتين دول، بس ما قدرتش افهم صفقه كاي هافرتس. صفقه كاي هافرتس وانت عندك واحد زي ميسن ماونت مأدي واحد من احسن المواسم اللي عملها السنه اللي فاتت. ما قدرتش افهم صفقه زي بتاعه تشيلول وانت كنت محتاج الاول اجيب قلب دفاع. انت رحت استرخصت وجبت قلب دفاع راجل بسعر رخيص جدا اللي هو تياجو سيلفا عشان ببلاش، بدل ما تروح مثلا تصرف تروح تجيب مثلا اوباميكانو مثلا. فتقول ايه والله انا بجيب اوباميكانو. خاصه كمان ايه ان انت كنت النادي الوحيد اللي فتح الخزاين على الواسع على اخرها. فانت كنت الوحيد اللي كانت ممكن فانت تدفع وتجيب. بالظبط كده. فانت كنت ممكن تروح تجيب مدافع وتدفع فيه فلوس تقول انا والله احط 40 50 مليون في مدافع. لا، رحت حطيتها في شيلول باك ليفت مفيد جدا. شيلول عامل موسم خيالي مع تشيلسي بس مش المركز الرئيسي اللي انت محتاجه. بس انت كان عندك اصلا في خرم كبير في قلبين الدفاع، هو ده اللي لازم تحله الاول. المشكله ما كانتش في الباك ليفت، المشكله كانت في قلبين الدفاع. عندك قلبين دفاع تعبانين كان لازم تدعم فيهم، ما دعمتش فيهم. رحت دفعت 80 مليون في كاي هافرتس وانت عندك اولويه في قلبين. يعني انا كان عندي وفر فلوس ال 80 مليون دول وروح اشتري اثنين مدافعين ب 40 مليون وحطهم جنب بعض. روح اشتري مدافع ب 50 مليون ومدافع ب 30 مليون واعمل شكل محترم للفرقه. ما كنتش محتاج كاي هافرتس بالشكل اللي انت مطلوب. طب لو كان عمل ده وعمل السيناريو اللي انت بتقول عليه وحافظ على قوام شبابي معين من كان هيفرق جدا. انت النهارده بتتكلم لامبرت صرف عدى ال 220 مليون، لو انت كنت صرفت 100 ما كانش هيبقى عليك الضغط الكبير ده. بس انت عشان صرفت جامد قوي كده جامد قوي فالناس مستنيه مردود كبير جدا. ما انا انت النهارده جيت قلت لي يعني احنا قاعدين في الاستوديو قلت لي والله انا عايز كاميرا اتش دي مش عارف ايه وعايز كاميرا سبايدر والكاميرا اللي مش عارف ايه، جبت لك كل حاجه ولقيتك في الاخر بتطلع على الهواء نايم. فبقيت انا بقول هو طب انا جبت لك الحاجات دي ليه؟ طب ما تتكل على الله يا عم عمر واجيب حد تاني. هو ده اللي حصل مع ابراموفيتش. عارف اللي هو فلوسك شغلتها وخسرت معايا، هو ده ابراموفيتش حاسس بكده اللي هو يا جدعان انا دفعت فلوس كتير جدا وما لقيتش المردود ده، طب اروح بقى اجيب مدرب. خلي بالك لامبرد نفس الكلام اللي قلته على كلوب ان هو بدا يتعصب وبدا يصدر العصبيه دي للعيبه. هو لامبرد بقى كده وبان قوي في المؤتمر الصحفي الاخير لما اتسال والصحفي بدا كان صحفي في جريده اتلتيك بدا يقول له انت لعبت غلط في ماتش ليستر وعملت واحد اتنين تلاتة اربعة غلط وحصل
الراجل اداله درس تكتيكي، الصحفي ادى لامبر درس تكتيكي، لدرجه ان لامبر اتعفرت قوي، قال له انت بتتكلم زي الكلام بتاع السوشيال ميديا، انت مش عارفه ايه، هو مش كلام بتاع السوشيال ميديا، الراجل بيكلمك بادله وتكتكس وبيقول لك انت عملت ايه غلط. نقفل حته تشيلسي بالضبه وبالمفتاح. طيب فراس ميزه بيقول ارسنال وتشيلسي الاول لانه عشم جمهورين بكاس بدايه موسم حلوه نوعا ما، وبعدين لبس في نص الموسم. الثاني عشان صرف بوظ منظومة الشباب الحلوة وزود الضغط على لامبرد، والمفروض ما تجيب نجوم زي فيرنر وهافرتس وزياش وتضم الشباب، وخاصة هودسون أودوي وأخوك من تونس. تحية ليك يا فراس والكل. انا عايز اقول حاجه على هودسون في تونس، هودسون أودوي كمان بالتحديد انه لما كان بيجي ياخد اوقات معينه ودقائق معينه، لما بيجي ينزل احتياطي يا اسيست يا جون يا بيهدف، يجي الماتش اللي بعديه على الدكه. انا هودسون أودوي لما بتفرج عليه بعرف قد ايه بايرن متمسك جدا ان هو يضم هودسون أودوي. محترم. بايرن ما بياخدوش لعيب، خلي بالك بايرن ما بياخدوش لعيب كده، هم بيعرفوا هم رايحين يجيبوا مين. جنابري كان في ارسنال حاجه عيانه وهيستري عيان وبتاع مش عارف ايه، ولف في انجلترا وراح لعب في انجلترا وبتاع، في الاخر قال لك ايه احنا عايزين هاتوه بس يا وده اللي حصل يا جدعان ده عيان يا وده اللي هيحصل مع هودسون أودوي وده اللي هيحصل مع هودسون أودوي. وانا بقول هودسون أودوي مع كامل احترامي، مع كامل احترامي للعيبه كتير، هودسون أودوي وزياش ما يقعدوش في تشيلسي. بوليسيتش لما يرجع محتاج انه يثبت نفسه عشان يلعب على الاثنين دول. بس هودسون أودوي وزياش ما يقعدوش لحد خالص. اوكي. لا هافرتس ولا فيرنر، فيرنر محتاج ينشف، محتاج يبقى مهاجم. وخلي بالك في حاجه كاراجر قالها في تحليله على حته فيرنر، ان هو لا ده ألان شيرر سوري، ان هو بجسمه بينزل لتحت، ده كل ده شغل مدرب. اوكي. انت كمدرب لازم تفهمه ان انت بتفنش يا عم فيرنر، افرج جسمك، حط الكوره كده. على فكره الناس بتفتكر ان ده انت لعيب كبير، انت المفروض يعني ما حدش يعلم، لا اللعيبة بتبقى لغاية وقت قريب لازم بتتعلم حاجات بيشتغل عليها المدرب. إذن يا رزيعة كانت هي الحلقة الأسبوعية دائما وأبدا المنتظرة من رزع الجمهور. قدرنا بشكل بسيط نحاول نتكلم عن بعض الفرق اللي خذلت جماهيرها في الموسم ده، خاصة في ظل ظروف كتيرة استثنائية بتعيشها الدوريات الكبرى كمان من قصة الكورونا والأزمات الاقتصادية والتفاصيل دي كلها. ولو الناس عندها فرق متخاذلة أكتر من دول سيبوها لنا في الكومنتات، أي واحد حاسس بتخاذل يكتب تحت في الكومنتات. ولو عايزين نعمل الأسبوع الجاي حلقة عن أكتر فرق شرفت في جمهورها بقى سيبوها لنا في الكومنتات. طبعا نعمل الحلقة دي ولا لا، هيجي مروان يقول لك هي الأرسنال لانه شرف ووفى وكه، هو شرف ونور. جبت سيرة الارسنال، جبت سيرة الارسنال، انا اجي الشرف والفرق اللي شرفت فرقها وسميثرو وده لسه اوديجارد ده. بقول لك ايه والنبي الوقت كويس، حرام عليك يا اخي، انت كل لعيب بتقول عليه كده هوبو ده من مدريد ولا ده من الملك ولا ما تجيبش احد ولا يا عم ما سيبايوس قلت لي عليه كده سيبايوس وحش ما بقاش يلعب بارتي من اتلتيكو مدريد هم شغالين هم شغالين على مدريد هم بيرضوا على الدراسه على الانتقالات عندنا كلام كتير برضو ايه قلت اعمل دعايه لنفسي عندكم هنا بسمع البرنامج ده ناجح انت محترم على فكره كويس شيلوا الحلقه بقى عشان عندنا استوديو ثاني وكفايه رزعه قوي اذا هي تحيات مروان سري من خلف الكواليس لانه استاذ حازم مرعي استاذن بدري النهارده ومشي وتحيات احمد يوسف جو تحيات العبد لله مسك الحديد تاني وتحيات العبد لله مسك الحديد تنا وتحيات يوسف عثمان اذا دمتم في رعاية الله وامنه وكفاية رزعة قوي لحد يا عم سري لحد كده شكرا يا سلام سلام عليكم